لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والدولية، ولكن بعد أهم العناوين. في صحيفة البصائر، هيئة علماء المسلمين في العراق تصدر تصريحا صحفيا حول اعتقال سيدة بمحافظة صلاح الدين. في موقع الهيئة، تحذير من تعرض أنهار البصرة لكارثة بيئية. في موقع كتابات، الساعدي يكشف من أطاح به من منصبه ويفضل التقاعد على تنفيذ القرار. في العربي الجديد، الخلافات الحزبية في البصرة حلول بالعبوات الناسفة. في صحيفة القدس العربي، الخرطوم مطالبات بإطلاق سراح سوداني موقوف في مصر. في الشرق الأوسط، فيسبوك وواتساب سيمنحان الشرطة البريطانية رسائل المستخدمين قريبا. وفي موقع عربي 21، قرارات عاجلة لحكومة الأردن بعد فشل اجتماعها مع المعلمين. السلام عليكم. بعد احتلال العراق وانهيار العديد من الأنظمة والدول، لم يعد الكلام مقتصرا على القضية الفلسطينية، وصرنا نتحدث عن شرق أوسط لا تعرف العديد من دوله السلام. وبمناسبة اليوم العالمي للسلام، يحق لنا أن نتساءل، لماذا لا يعرف العراق الاستقرار؟ وإلى متى ستستمر حالة الرعب والفوضى؟ سؤال للكاتب جاسم الشمري في مقال بموقع عربي 21. الصراع في العراق استخدم فيه الخطاب الديني الطائفي والمال والترهيب والترغيب لشراء الضمائر وللتلاعب بالعقول واقتناصها وتغليفها، ولذلك أوصلوا البلاد لمرحلة الحياة الخالية من السلام، بل ولكراهية الوطن والحياة، لأن الشعوب التي تقتل بعضها تكره الحياة، والشعوب الحية تتمسك بالحياة وتسعى لعمارتها ولا تفكر في قتل الآخرين. فكيف إن كان القاتل والمقتول أو الظالم والمظلوم من وطن واحد أو عشيرة واحدة أو ربما من عائلة واحدة؟ اليوم هنالك عنف جماعي في القطاعات القضائية والأمنية والإدارية وغيرها من صور الظلم والتهميش المغذية للإرهاب، وعليه من يريد أن يجفف منابع الإرهاب والعنف، عليه أن يغذي منابع السلام لأنها معادلة متوازية. العنف يولد العنف، والسلام يولد السلام، وهذه كلها ضمن مسؤوليات الحكومات الساعية لخدمة الناس وبناء منظومة أمنية قادرة على حفظ السلام. سلام منطقة الشرق الأوسط يمر عبر العراق، وعليه يفترض أن تسعى دول المنطقة والعالم لدعم السلم والسلام في العراق، لأنه بدون استقرار العراق لا يمكن رؤية أي استقرار في المنطقة. كل من يستهدف المواطنين ومصالح العراق لحساب أجندات حزبية وخارجية ينبغي وضعه في خانة الإرهاب، وساعتها يمكن أن نتلمس بعض الضوء في نهاية النفق الحالك الظلام، لعله يهدينا إلى ميدان السلام الجامع لكل العراقيين. أقر مجلس النواب العراقي هذا الأسبوع مشروع قانون إنشاء هيئة التصنيع الحربي، هدفها حسب النائب محمد السوداني إنشاء قاعدة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة والأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التقليل من استيراد هذه المعدات. يتساءل الكاتب حسين عبد الحسين عن جدوى إقامة مصانع حربية في العراق. يشكل إنشاء هيئة للتصنيع الحربي في العراق تكراراً لهيئة مماثلة قائمة، هي شركة الصناعات الحربية العامة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وهو ما يشي أن إقامة الهيئة الحربية الجديدة إما يأتي في سياق انتشار الفساد وتكرار الإدارات الحكومية لتوزيعها على الأزلام والمحظيين،
أو أن للهيئة المذكورة هدف غير الذي أعلنه النواب العراقيون. ومما يثير الشبهات أيضا في موضوع إقامة هيئة للتصنيع الحربي هو أن قيادتها ستكون في يد لجنة للتنسيق الحربي بعضوية ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي الدفاع والداخلية ومستشارية الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني وجهاز المخابرات وجهاز مكافحة الإرهاب. لا بأس في انخراط الهيئات الحكومية العراقية في عملية تصنيع حربي في البلاد، لكن انخراط ميليشيات الحشد الشعبي أمر غريب، وهو ما قد يؤكد تقارير مفادها أن بمساعدة إيرانية أقامت ميليشيات الحشد معامل لتصنيع الصواريخ في البلاد، وهي المعامل التي تعرضت لتدمير بقصف جوي قامت به في الغالب إسرائيل. لكل هذه الأسباب تبدو موافقة برلمان العراق على إنشاء هيئة للتصنيع الحربي هدفها توفير غطاء لعملية تصنيع الصواريخ التي تديرها ميليشيات الحشد الشعبي التي يقسم بعضها الولاء علنا لمرشد الجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي. وسط هذه المصالح والمنافع والفساد العارم، لن تستطيع أي قوة سياسية في العراق أن تغير من محاصصة الكتل في الحصول على مغانم وغنائم. ولكن بعد أن سلم المواطن أمره لله، فإن ما يهمه هو أن يقدم المسؤول ما يرضي المواطن إن اجتهد أو سار على خطى من سبقه. مبادرة دعم المنتج المحلي ومنع المستورد مهمة وطنية، وفقا للكاتب أياد السعيد في صحيفة الزمان. المبادرة بحاجة إلى إدامة زخم عملي وليس بشعارات وكلمات مجاملة وإنشاء لفظي، وبالأخص في مجال الإعلام وأسلوب التسويق العلمي المعتمد على ما يزرع في المواطن ثقته السابقة بالمنتج المحلي وما يقابلها من إقناع للمزارع والمسوق والمصدر بما يضمن له ربحا ومنافع مستمرة، وليست فورة تسويقية تهدأ بعد أن تثور. وعلى سبيل المثال، وقد طرحته سابقا في التلفزيون، ولكن للأسف لم ينتبه إليها مسؤول معني لأنهم لم يستوعبوا الفكرة، فهي أكبر من أمخاخهم وربما تضر بتعهداتهم لمصادر استيراد التمور من الخارج. إن سعر برميل النفط 50 إلى 60 دولارا، في حين يباع سعر كيلو التمر العراقي في إحدى البلدان التي زرتها 7 دولارات. بمقاربة بسيطة وواقعية، لو أبدلنا برميل النفط العالمي ذي سعة 158 لتر بما يساويه بالكيلوغرام، ونفترض أن سعر الكيلوغرام من التمر العراقي يصدر إلى بعض البلدان ب4 دولارات فقط، فبكم سنبيع 158 كيلوغرام من التمر؟ إنها فانتازيا، أليس كذلك؟ كلا أيها السادة، فالنفط متوفر ومجانا تحت تربتنا، ولكن هل حاسبنا تكلفة استخراجه حسب التراخيص المعمول بها؟ فما ضرنا لو منحت وزارة الزراعة 10% مما يصرف على استخراج النفط، وأيضا بصيغة الاستثمار حال فكرة التراخيص لتحسين النخيل وزيادة إنتاجها ورعايتها وتسويقها عالميا ليكون مصدرا لدخل العراق وظهيرا ساندا لنفطنا الذي سينفد يوما ما. قد تزعجكم مقولة الزراعة نفط دائم لأنها قيلت في عهد سابق. نعم، إنها نفط دائم، فلا يدوم إلا ما كان يرتبط بجهد الإنسان. فالنفط سيتلاشى عام 2050، وستكشف عورة اقتصادنا الريعي الرقيق دون كل الأمم. وما أحرانا في أن نستثمر ما وهبنا الرافدان من ماء وتربة وأياد مباركة. عن أزمة اتحاد الكرة العراقي، كتب أياد الصالحي في صحيفة المدى مقالا جاء فيه بدخول الدكتور صباح رضا أمين سر اتحاد كرة القدم السابق وستار جبار زوير رئيس لجنة الاستئناف المستقيل إلى السجن بقرار قضائي بدخولهما،
تكون كرة القدم العراقية قد وثقت حدثا فريدا عبر تاريخها الممتد منذ عام 1948 ينبغي التمعن فيه ومسبباته، بدلا من تضليل الجمهور واستدرار الدموع تعاطفا مع المحكومين. اللافت في القضية أنه بعد دخول موظفي اتحاد كرة القدم إلى السجن، أخذ بعض أعضاء لجنته التنفيذية يوجهون أصابع الاتهام إلى المشتكي الكابتن عدنان درجال لقبوله رمي رجل كبير في السن الدكتور صباح وراء القضبان كونه صاحب عائلة وله مكانته في المجتمع الرياضي، وكذا الحال مع ستار. كأن القرار القضائي أفاقهم من غيبوبة الأشهر الماضية التي مضت فيها جلسات المحكمة محققة ومدققة في ملف الشكوى بشهادات وأدلة قاطعتين، مخادعين أنفسهم أنه لا ضرر على المتهمين ويمكن لدرجال غلق الدعوى قبل أن تصبح جدية ولا رجعة عن قرار السجن، ربما لأنهم كانوا يمزحون في منعه من دخول الانتخابات وقاموا بإخفاء أوراق ترشيحه لمنصب رئيس الاتحاد وتزوير محتوى معاقبته وإلصاق شتى التهم به وتخوينه. لما لا؟ فالكل يلعب ببراءة وحرية ودلال. كلا، لم يكن عدنان درجال إلا وفيا للعراق، ولا يتجرأ عليه بوصفه خائنا إلا من يشعر بانعدام روح انتمائه لوطنه. نعم، تأخر كثيرا في مواكبة العمل على الأرض بعد عام 2003، لكن لا يعني ذلك حرمانه من حق التنافس مع أقرانه ووأد رغبته بخدمة الرياضة في أي موقع يستفيد منه وفقا للضوابط. ومن خلال التشاور مع أصحاب الدراية محليا وخارجيا، يمكن التأكيد هنا بأن كرتنا على صعيد المنتخبات الوطنية في أمان. ليس هناك أدنى شك بسلامة موقفها من استمرار أنشطتها باستثناء منع المحكوم عليهم بالسجن من ممارسة العمل ضمن منظومة كرة القدم. أكد بريت ستيفنز في مقال في صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي أو الدكتاتور المفضل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليس الخيار الذي يجب أن تراهن عليه الولايات المتحدة، فهو مثل شاه إيران، من الممكن أن يكون كارثيا على أمريكا. وكشف ستيفنز أن السيسي نفسه قال له قبل عدة سنوات إن حرصه على ذاته قبل حرصه على مصالح مصر يجب أن يدفعه للكف عن العمل الفردي، أي الكف عن التصرف كديكتاتور. وفي المقابل وفي موقف مناقض قال له حينها إن أكبر خطأ ارتكبه الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك هو استمراره في السلطة فترة طويلة، ليعلق ساخرا بأن الرئيس المصري السادس يقول عن الرئيس المصري الرابع إنه حكم طويلا، بينما هو نفسه استولى على السلطة بالقوة العسكرية عام 2013 وأعاد انتخاب نفسه بنسبة 97% وعدل الدستور ليستمر في الرئاسة حتى عام 2030. وواصل الكاتب سخريته من السيسي قائلا إنه يتوهم إنه زعيم شعبي، ودعا الكاتب واشنطن إلى إعادة التفكير في علاقتها بالدكتاتور المفضل لترامب، وأكد أنه على السيسي أن يدفع ثمن علاقته بأمريكا في شكل إصلاح سياسي واقتصادي تدريجي، وشدد أنه على السيسي قبل أي شخص آخر أن يفهم أن الأمريكيين ليسوا آلهة على الأرض. وقال ستيفنز إن السيسي جعل أي نوع من الإصلاح السياسي أو الاقتصادي أو الأيديولوجي مستحيلا، فهو يرغب في أن يختار المصريون واحدا من اثنين، هو أو الطوفان. وأضاف الكاتب بأن الطوفان هو الذي سيكسب المعركة في نهاية المطاف. وشدد الكاتب على أن السيسي أضاع فرصة تاريخية ليكون نموذجا في تاريخ مصر للتخلي عن المنصب طواعية مثل نيلسون مانديلا، حتى إن تخلى عن الرئاسة لجنرال مثله يثق فيه.
نقل الكاتب محمد الرميحي في مقال بصحيفة الشرق الأوسط نقل بعض ما جاء في كتاب روبرت أوبراين الذي شن فيه حملة لا هوادة فيها على سياسات باراك أوباما الذي يصفها بالخسارة الصافية للولايات المتحدة، كما أنها في رأيه أسوأ من سياسة جيمي كارتر التي أصبحت مثالاً للفشل الذريع. يرى أوبراين أن كل الرؤساء الجمهوريين الذين قدموا إلى البيت الأبيض كان عملهم الأساسي هو تنظيف الحطام جراء ما فعله سابقوهم من الديمقراطيين في سياسات الأمن القومي. هكذا فعل نيكسون عام 1969 وريغان عام 1980 وجورج بوش الابن عام 2001. يرى أوبراين أن باراك أوباما عند وصوله إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني من عام 2009 علق عليه كثير من الآمال حتى من قبل خصومه السياسيين، وخلال عام حصل على جائزة نوبل للسلام التي بنيت على وعوده وليس أعماله، ويتابع أوبراين الأعمال السياسية لأوباما خطوة خطوة، ويرى أن فكرته انتهاء الاستثناء الأمريكي هي خطأ فادح في حق تاريخ شعب الولايات المتحدة. كما يشير أوبراين بكثير من النقد إلى خطاب أوباما في القاهرة الاعتذاري، حيث قال أوباما إن الخوف والغضب جعلنا نقوم بأعمال ضد تقاليدنا بعد تلك الإشارات التي يرى أوبراين أنها معبرة عن تراجع سياسي يدخل في الموضوع الأعمق بالنسبة إليه وهو القوى العسكرية الأمريكية. ويرى أن تخفيضات أوباما للميزانيات العسكرية أضرت كثيرا بالقدرة والجاهزية الأمريكية، فأصبح جيش الولايات المتحدة أصغر حجما والقوات البحرية أقل جاهزية، وتدهورت الصناعة العسكرية إلى درجة كما قال إنه لو كان عماد قواتنا الجوية شخصا لاستحق المعونة الاجتماعية. ويرى أوبراين أن التهديد للأمن الأمريكي يأتي من ثلاثة محاور: الصين وروسيا وإيران. هذه الثلاثية تشكل التهديد للمصالح الأمريكية القيادة من الخلف، وإعطاء الملال في إيران 100 مليار دولار كما فعل أوباما استرضاء تشكل مظاهر التراجع الأمريكي. أصدرت محكمة فرنسية قراراً بحظر اسم إطلاق اسم جهاد على الأطفال حديثي الولادة، ووفقاً لراديو فرانس إنفو فقد ولد لأحد سكان منطقة ديغون في نوفمبر من عام 2018 ابن قرر تسميته جهاد، لكن وبعد شهور من المحاكمة أصدر القاضي حكمه وأعلن أن الاسم سيضر بمصلحة الطفل مستقبلاً. وقال القاضي في نص الحكم: حتى لو كان اسم جهاد اسما مستخدما في العالم العربي ويعني الكفاح المقدس، الحرب المقدسة، العمل، الجهد، وبالتالي يحمل معنى إيجابيا، فإنه يظل مرتبطا في ذهن الجمهور في ضوء الإرهاب الحالي بالحركات الأصولية الإسلامية. ووفقا لمحطة الراديو سيتم إعطاء الطفل اسم جاهد بدلا من جهاد. أعلنت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أن ميزة سامون التي وعد بها رئيس الشركة أيلون ماسك نهاية العام الماضي أصبحت جاهزة للإطلاق للجمهور. وقالت تسلا في مدونتها: يمكن للعملاء الذين اشتروا ميزة القدرة الكاملة على القيادة الذاتية أو ما يسمى الطيارة الآلية المحسن أن يطلبوا من سياراتهم الوصول إليهم أو إلى وجهتهم المفضلة ذاتياً ما دام سيارتهم في خط نظرهم في ساحة انتظار السيارات والوصول إليهم أو إلى وجهتهم المفضلة. ولأسباب تتعلق بالسلامة يجب على العملاء مراقبة السيارة باستمرار والضغط باستمرار على زر في تطبيق تسلا في أثناء تحركها في ساحة انتظار السيارات، كما تحث الشركة العملاء على رؤية المركبة في جميع الأوقات. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.